لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما بعد، لازلنا في الباب الأول من أبواب الصيام، في مقدمات الصيام، ووصلنا للمسألة الخامسة في شروط وجوب صيام رمضان. قبل ما نبدأ الكلام عن شروط الوجوب، بنميز أو بنفرق شروط الوجوب عن شروط الصحة. إيه الفرق ما بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، فشرط الوجوب يلزم من عدمه وجوب عدم وجوب العبادة، وشرط الصحة يلزم من عدمه عدم صحة العبادة. تاني، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، حاجة اللي هي لو غابت غاب المشروط، لو عدمت عدم المشروط. فشرط وجوب يعني ايه؟ يعني الشرط ده لو مش موجود تبقى العبادة دي مش واجبة. شرط صحة يعني ايه؟ يعني الشرط ده لو مش موجود تبقى العبادة دي غير صحيحة. نضرب مثال في الصلاة بعيد عن الصيام خالص، التمييز والبلوغ، ده مرحلة عمرية وده مرحلة عمرية. التمييز شرط صحة في الصلاة، والبلوغ شرط وجوب في الصلاة. يعني ايه؟ يعني غير المميز، غير المميز الوزال من عند هذا الشرط لا تصح منه عبادة الصلاة، فعشان كده التمييز اسمه شرط ايه؟ صحة. طيب، وغير البالغ الوزال من عنده هذا الشرط لا تجب عليه عبادة الصلاة، فعشان كده البلوغ اسمه شرط ايه؟ وجوب. لا تجب عليه، يبقى شرط ايه؟ وجوب. تمام؟ فيبقى التمييز شرط صحة، والبلوغ شرط ايه؟ وجوب. طيب، العقل في الصلاة شرط ايه؟ صحة ولا وجوب؟ يعني المجنون مش واجب عليه ولا غير صحيحة منه؟ ولا الاتنين مع بعض؟ الاتنين مع بعض. يعني العقل في الصلاة شرط صحة وشرط وجوب معا، يعني المجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه الصلاة. تمام؟ يبقى احيانا بيكون شرط الصحة يختلف عن شرط الوجوب، واحيانا بيكون هو شرط واحد للاتنين، للصحة والوجوب معا. تمام؟ كتير في كتب الفقه نلاقي الشروط العبادات كده بتسرد كده وخلاص، يقول لك شروط الصلاة. طب دي شروط صحة ولا وجوب؟ واحيانا بعض الكتب تكتب شروط الوجوب وتروح مدخلها شروط الصحة كده في النص، او شروط صحة وتروح مدخلها شروط وجوب في النص. فاحنا لازم نمسك شرط شرط ونميز يا ترى ده شرط صحة ولا شرط وجوب. تمام؟ فهو هنا العنوان اللي حطه ان هو بيتكلم عن شروط وجوب الصيام. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي لو مش موجودة ما يبقاش واجب عليك الصيام، يعني لا يجب عليك الصيام الا باجتماع هذه الشروط. لما كل الشروط تتوافر ساعتها يبقى واجب عليك الصيام، لو اي شرط منهم غاب يبقى مش واجب عليك الايه؟ الصيام. فهو بيقول يجب صيام رمضان على من توفرت فيه الشروط التالية: واحد واثنين وثلاثة، الاسلام والبلوغ والعقل، واربعة وخمسة وستة، الصحة والاقامة والخلو من الحيض والنفاس. يعني ناخد نظرة عامة كده على الست شروط دول. رقم واحد واثنين وثلاثة تلاقي الفقهاء بيحطوها كشروط وجوب لكل العبادات، لان دي شروط عامة لوجوب اي عبادة. يعني عشان اي عبادة نطالبك بيها لازم تبقى مسلم بالغ عاقل، اللي هو بيقولوا عليه المكلف. المكلف اللي هو ايه؟ المسلم البالغ العاقل. تمام؟ فدي شروط وجوب عامة في كل العبادات. وفي شروط وجوب بقى خاصة بالصيام اللي هي ايه؟ رقم اربعة وخمسة وستة، اللي هو الصحة والاقامة والخلو من الحيض والنفاس. بس برضو ننتبه لنقطة ان التلاتة الاولانيين دول لو عودموا مش هيجب عليك عبادة الصيام، لا دلوقتي ولا بعدين. مش هنقول لك صوم للنهاردة ولا بعد ما رمضان يخلص ولا السنة الجاية ولا في اي وقت، طول ما الشروط دي مش موجودة، الاسلام والعقل والايه والبلوغ. اما الصحة والاقامة والخلو من الحيض والنفاس فدي شروط وجوب في الحال. يعني لو انت مثلا مش مقيم مش واجب عليك دلوقتي انك تصوم، بس هاجب عليك القضاء. لو واحدة حائض النهاردة مش واجب عليها انها تصوم، بس واجب عليها القضاء. لو واحد مش صحيح مريض الان، مش واجب عليه انه يصوم دلوقتي، بس واجب عليه الايه؟ القضاء. فدي ليست شروطا للوجوب المطلق، وانما شروط للوجوب الحال الفوري. واضح ولا ايه؟ مظبوطة كده؟ يبقى اول ثلاثة غير اخر ثلاثة،
اول ثلاثة شروط للوجوب الايه؟ المطلق. يعني مش واجب عليك تصوم لا دلوقتي ولا بعد كده، انما اخر ثلاثة شروط للوجوب الايه؟ الحال الفوري، اللي هو مش واجب عليك دلوقتي بس هيجب عليك مطلقا انك تصوم، ان ما كانش دلوقتي يبقى ايه؟ بعد كده. تمام؟ طيب لما شروط دي تضيع ايه اللي هيحصل؟ دي شروط وجوب، فلو شرط منهم راح ما بقاش واجب. طب ما بقاش واجب، امال بقى يبقى حرام ولا ما بقاش واجب يعني بقى مستحب، ولا ما بقاش واجب يعني بقى مباح، ولا ما بقاش واجب بقى ايه يعني؟ تختلف. يعني مثلا البلوغ ده لو مش واجب، لو البلوغ لو مش موجود البني ادم مش هيبقى واجب عليه ان هو يصوم، بس لو مميز هيستحب ليه يصوم. طب اقل من التمييز؟ لا، مش مطالب بالصيام ومش مكلف بيه اصلا. طيب السفر مثلا، لو الإقامة مش موجودة والإنسان مسافر، يا ترى يكره لين يصوم ولا يستحب لين يصوم؟ في تفصيل هيجي بعدين لما نتكلم على السفر. طيب يعني ممكن يبقى مستحب لين ان هو يفطر، او مستحب لين هو يصوم، ممكن يبقى مستحب لين هو يفطر حسب الأيسر ليه كما سيأتي. طيب المرأة ليست خالية من الحيض والنفاس، يبقى مش واجب، امال بقى ايه؟ بقى حرام. نشوف انتقل يعني في اللي مش بالغ انتقل من واجب الى مستحب، في اللي مش خالي من الحيض والنفاس انتقل من واجب الى ايه؟ الى حرام. تمام؟ المجنون انتقل من واجب الى عدم الوصف باي حكم تكليفي. المجنون ده ما نقولش عليه لا واجب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام ولا اي حاجه خالص، هو مش مكلف خالص، يبقى عدم الوصف باي حكم ايه؟ تكليف. فلما نقول شروط وجوب معناه ان الحاجات دي لو زالت العباده مش هتبقى واجبه. طب يا ترى هتبقى ايه؟ لا، كل واحده وتفصيلها. ممكن ما تبقاش واجبه وما يبقاش في حكم تكليفي خالص، ممكن ما تبقاش واجبه بس تبقى مستحبه، ممكن ما تبقاش واجبه وتبقى حرام زي الحيض والنفساء. كل حاجه حسب ظروفها. تمام؟ كل شرط وحسب التفصيل اللي فيه. تمام؟ طيب لو فاكرين قلنا اول ثلاثه دي شروط للوجوب المطلق، واخر ثلاثه شروط للوجوب الايه؟ الحال الفوري. طب لو عايزين نمحض شروط الوجوب المطلق، يعني هنقول شروط الوجوب المطلق اللي هو الشروط اللي لو توافرت هيبقى واجب عليك انك تصوم سواء دلوقتي او بعد كده، هيبقى اول ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل، ونحط معاهم الصحة او القدرة، بمعنى انك انت تقدر تصوم في يوم ما. تمام؟ مش بمعنى انك انت دلوقتي النهاردة تقدر تصوم، لا، انت في الجملة بني ادم صحيح. يعني ايه؟ لو انت النهاردة عندك نزلة معوية، انت بني ادم صحيح. يعني ايه؟ يعني نزلة معوية دي حاجة عارضة، هتتعب يومين ثلاثة وتخف وبعدين هترجع تقدر تصوم. انت النهاردة عندك مثلا التهاب رئوي، في الجملة انت بني ادم ايه؟ صحيح. بخلاف بقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المزمن، ده بني ادم خلاص في ادنى منه الرجل، ده لا قادر يصوم دلوقتي ولا بعدين. هو ده بقى اللي بنتكلم ان هو ايه؟ فقد شرط من شروط الوجوب المطلق. واضح ولا ايه؟ طبعا هو مش ده قصده بكلمة الصحة، هو قصده بكلمة الصحة هنا الصحة الصح، اللي هو ما عندوش لا مرض حاد ولا مرض مزمن، ما عندوش لا مرض يرجى برؤه ولا مرض لا يرجى برؤه. تمام؟ ومش واجب عليه، بمعنى مش واجب عليه دلوقتي لكن مطالب بالقضاء. لكن لو احنا عايزين بقول نوحد شروط الوجوب المطلق، هيبقى الثلاثة الأولانيين اللي هو الإسلام والبلوغ والعقل، مع طبعا في كلام في الإسلام هنقوله بعد شوية لما نفصل الكلام، بس الثلاثة الأولانيين والثلاثة الأخرانيين اللي هو الصحة والإقامة والخلوة من الحيض والنفاس، ناخد منهم بس القدرة، اللي هي بمعنى انه قادر يصوم في يوم من الايام. تمام؟ سواء بقى دلوقتي او بعد كده، اللي هو مش 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 خلصان، مش مكركب. تمام؟ تمام. نقرا الكلام بقى، نمسك شرط شرط منهم. بيقول الشرط الاول الاسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لان الصيام عباده والعباده لا تصح من الكافر، فاذا اسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. طبعا احنا هنمسك كل نقطه ونشوف هو شرط وجوب ولا شرط ايه؟ ولا شرط صحه. الاسلام شرط وجوب ولا شرط صحه؟ الاثنين. الاثنين شرط صحه. شرط صحه بس. انشف. شرط وجوب صحه. اسلام شرط صحه بس، على الراجح ليس شرط وجوب. ليه بقى؟ اولا شرط صحه ولا لا؟ بمعنى الكافر لو صام هتقبل منه العباده دي؟ لا، لا تقبل منه هذه العباده. الكافر اي عباده لا تقبل منه. تمام؟ يعني الكافر لا ينتفع باي عمل من الاعمال ولا لا؟ لا ينتفع باي عمل من الاعمال. هو اعمال الكافر دي بتنقسم الى ايه؟
تنقسم قسمين، فعل حسنات وترك سيئات. ترك السيئات الكافر بينتفع بها ولا لا؟ هو مش بينتفع، لكن مش بينتفع نفع حقيقي، لكن بينتفع نفع نسبي باعتبار انه لو فعلها لكان اكثر عذابا. يعني كافر مرتكب لذنب الكفر بس، وكافر مرتكب لذنب الكفر ومعاه قتل وسرقة وزنا وشرب خمر، مين اشد عذابا؟ التاني. فالكافر لو ترك السيئات ينتفع بذلك ولا لا؟ مش نفع حقيقي، بينتفع نفع نسبي باعتبار انه لو فعل هذه السيئات لكان ايه؟ اشد عذابا. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. تمام؟ يبقى لو طبعا ليس بعد الكفر ذنب، بمعنى ان اغلظ الذنوب وذنب ليه؟ الكفر. بس الواحد بيعمل كفر ومعاه ذنوب تاني اشد. تمام؟ يعني هو الكفر اكبر من اي ذنب تاني، بس واحد بيعمل الكفر وبيعمل كمان ذنب تاني، وعليكم السلام، بيعمل الكفر وبيعمل ذنب تاني كمان، ده اشد عذابا من اللي بيعمل الايه؟ الكفر بس. فيبقى الكافر لو ترك السيئات هينتفع نفعا نسبيا باعتبار انه لو فعلها لكان ايه؟ اشد عذابا. طيب فعل الحسنات بقى تنفع الكافر ولا لا تنفع؟ نشوف حسنات دي حسنات قاصره ولا متعديه. حسنات القاصره اللي هي عبادات بينه وبين ربنا، المتعديه اللي هي فيها احسان الى الايه؟ الى الخلق. الحسنات القاصره لا تنفعه في الاخره قط. الحسنات القاصره العبادات اللي بينه وبين ربنا ما تنفعش في الاخره خالص. اما الحسنات المتعديه ففيها خلاف بين العلماء، هل تنفعه في الاخره ام لا؟ بعض العلماء بيقولوا تنفعه نفعا، هو من جنس تخفيف العذاب لا من جنس حصول النعيم. وبعض العلماء بيقولوا لا تنفعه في الآخرة، وده الصحيح ان حتى الحسنات المتعدية لا تنفعه في الآخرة. طيب اللي بيقولوا ان الحسنات المتعدية تنفعه نفعا هو من جنس، طبعا مفيش حد بيقول ان الحسنات دي ممكن تنفعه بمعنى ان يحصل للنعيم، لا ما يدقهاش. تمام؟ لكن الخلاف هل الحسنات المتعدية دي تخفف عنه شيء من العذاب؟ هو كده كده مخلد في النار كمان، بس يعني هتخليه في درجة أقل ولا لأ؟ بعض العلماء بيقولوا اه تنفعه، وبيستدلوا بقصة أبي طالب إن دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم دي حسنة متعدية أدت إلى أن يخفف عنه الإيه؟ العذاب يوم القيامة، فجعل في ضحضاح من النار يغلي منه إيه؟ دماغه، ويخلد على ذلك. تمام؟ لكن المهم إن هو في درجة إيه؟ في دركة يعني اعلى شويه، مش في الدركات النازله، لكن في النهايه هو ايه؟ مخلد. وبعض العلماء وده بقى الصحيح بيقولوا لا، الكافر حسناته حتى المتعديه منها لا تنفعه في الاخره قط. ليه؟ اولا لان عندنا ادله عامه تدل على ان اعمال الكافر كلها لا تقبل منه، زي قول الله عز وجل: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وزي ده دليل عام اهو. وعندنا ادله خاصه في الحسنات المتعديه نفسها، زي قول الله تبارك وتعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، والنفقه حسنه متعديه ولا قاصره؟ متعديه. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى حتى الحسنات المتعديه لا تنفع الكافر فين؟ في الاخره. تمام؟ وكذلك حديث ابن جدعان لم اللي هو قريب عائشه اللي مات في الجاهلية. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، هو كان يصل الرحم ويطعم المسكين يعمل حاجات فيها ايه؟ حسنات متعدية، فهل ذاك نافعه ينفعه؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما جاش في مرة وقال رب اغفر لي، لأنه كان لا يؤمن بالايه؟ بالبعث. فكل أعماله اللي هي المتعدية دي مش هتنفعه. تمام؟ يبقى عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة تدل على عدم انتفاع الكافر بالحسنات، سواء منها القاصر او الايه؟ او المتعدي. اما قصه ابي طالب فهذه شفاعه خاصه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه فيها. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. يبقى دي شفاعه خاصه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس على ابي طالب غيره فيها. تمام؟ يبقى قلنا الكافر هل تنفعه اعماله ام لا؟ لو اعمال نقصد بيها ترك السيئات يبقى لا تنفعه نفعا حقيقيا، لكن تنفعه نفعا نسبيا باعتبار انه لو فعلها لكان ايه؟ اشد عذابا. اما الاعمال اللي هي من باب فعل الحسنات فلو كانت قاصره لا تنفعه في الاخره، لو كانت متعديه على الراجح لا تنفعه في الاخره. امال بتنفعه فين؟ في الدنيا.
بمعنى ان هو النعيم في الدنيا، بمعنى النعم اللي ربنا عز وجل انعم عليه بها في الدنيا دي اكثر بكثير مما عامل من ايه، من طاعات. تمام، مع ملاحظة ان الكافر اللي هو بيعمل حسنات هو في الغالب اقل من الكافر، يعني في الغالب بيكون اقل في فعل السيئات من غيره من الكفار. يعني تخيل الكافر بيتصدق، في الغالب هيكون مش بيسرق. تمام، فيبقى في الغالب الكافر بيعمل حسنات اكتر، بيكون متقلل من السيئات، فيكون اخف عذابا من غيره من الكفار باعتبار انه لو فعل هذه السيئات لكان ايه، اشد عذابا. تمام، طيب، يبقى الاسلام شرط صحة لكل العبادات. يعني كل ما ناخد عبادة هنلاقي في شروط الصحة على طول ايه، الاسلام. يعني العبادة لا تقبل من الكافر، فلو كافر صام عبادته ايه، غير مقبولة. طيب، هل الاسلام بقى شرط وجوب ام لا؟ الراجح ان الاسلام ليس شرط وجوب. يعني دي مبنية على مسألة مشهورة جدا في اصول فقه، هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ الكفار مخاطبون باصل الشريعة اجماعا، يعني اجماعا الكافر مخاطب باصل الدين. يعني ايه؟ يعني مخاطب مكلف بالاسلام، مخاطب مكلف بالشهادتين، لكن هل هو مكلف ومخاطب بالتفاصيل والفروع؟ يعني مطلوب منه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، الحاجات دي واجبة عليه ولا مش واجبة عليه؟ مسألة محل خلاف بالعلماء، والراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون عليها يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مش على المسلمين، على الناس كلهم. والآيات أصلا في سورة العمران، في سورة آل عمران، في سياق مخاطبة ومحاجة أهل الكتاب الذين يؤمنون بإبراهيم عليه السلام، ومع ذلك لا يحجون البيت الذي بناه إبراهيم وحجه الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى ولله على الناس حج البيت يدل على إيه؟ على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالكافر يوم القيامة إيه اللي هيدخله جهنم؟ تركه للصلاة وتركه للزكاة وخوضه مع الخائضين وتكذبه بيوم الدين. فيبقى تركه للصلاة والزكاة هيحاسب عليه يوم القيامة ويدخل به الايه؟ النار. تمام؟ قال الله عز وجل: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. يبقى عدم حضه على طعام المسكين سبب لدخوله إليه النار. يبقى الكفار مخاطبون بتفاصيل وفروع إيه؟ الشريعة. تمام؟ طيب، بما إن هم مخاطبين بيها، يبقى الإسلام ليس شرط وجوب. بمعنى اللي مش مسلم واجب عليه برضو إنه يصوم، واجب عليه إنه يصلي، واجب عليه إنه يزكي، واجب عليه كل تفاصيل الشريعة، كل ده واجب عليه، ويوم القيامة يتحاسب عليه. لكن سؤال: هل أنا بقى أطلب منه يعمل الحاجات دي وهو لسه على الكفر بتاعه؟ لا، مش هطلب منه. ليه؟ لأنه لو عملها مش هتقبل منه. هطلب منه الأول يسلم، فإن أسلم طلبنا منه فعل هذه الايه، هذه الفروع والتفاصيل. عشان كده في حديث إرسال معاذ إلى أهل اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هم أقروا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. يبقى بعد الشهادتين بقيت الايه؟ بقيت التفاصيل والفروع يطلب من الكافر فعلها. يبقى الكافر واجب عليه كل التفاصيل، لكن مش هنطالبه بها في الدنيا لغايه ما ايه؟ يسلم. لان شرط صحه هذه التفاصيل والفروع، شرط صحتها هو الاسلام، وهو ممتنع عن الاسلام. فمش منطقي ان انا اسيب الاسلام واروح اقول له ايه؟ تعال صلي، تعال زكي، تعال صوم. يعني هو مش هتقبل منه الحاجات دي غير لما يسلم. هو ممتنع عن الاسلام، فيبقى اوجه دعوتي ومطالبتي ليه بان هو ايه؟ يسلم فقط، ثم ان اسلم اطالبه بالايه؟ بالباقي. عشان كده بدل ما نقول ان الاسلام شرط وجوب، الصح ان احنا نقول الاسلام شرط مطالبه. يعني مش هنطالبه احنا كمسلمين، مش هنطالبه نعمل الحاجات دي غير بعد ما ايه؟ غير بعد ما يسلم. وبعض الفقهاء بيخلط ما بين المفهومين، فيروح حاطط لك الاسلام في شروط الوجوب، زي ما في الكتاب عندنا هنا شروط الوجوب رقم 1 الاسلام. يعني ايه؟ يعني واحد كافر مش هنقول له تعال صوم. هل عشان الصوم مش واجب عليه؟ لا، عشان انا مش هطالبه بالصيام دلوقتي. لكن هو واجب عليه؟ هو واجب عليه، ويوم القيامه هيتعذب على ان هو ترك صيام رمضان. يتعذب على ان هو ترك صيام رمضان. واضح ولا ايه؟ تمام.
يبقى الإسلام شرط مطالبة وليس شرط مخاطبة. واضحة؟ يعني لن يطالب في الدنيا حتى يسلم، لكن هو مخاطب قبل أن يسلم، يعني قبل ما يسلم هو مكلف بالصيام ويحاسب عليها يوم القيامة. بعض العلماء بيقولوا بيعبروا عن الجملتين دول كده مع بعض، بيقولوا ان هو مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة لا في الدنيا. يعني مخاطبين بفروع الشريعة في الآخرة لا في الدنيا، يعني يوم القيامة يتحاسبوا عليها، بس في الدنيا مش هنقول لهم يعملوها. والتعبير ده غير دقيق. ليه غير دقيق؟ لأن خطاب الآخرة فرع على خطاب الدنيا، هو يتحاسب على حاجة في الآخرة ما كانش واجب عليه في الدنيا. لا، هو طالما يتحاسب عليها في الآخرة بقى كانت واجب عليه في الدنيا. فهم مخاطبون بفروع الشريعة في الدنيا والآخرة، لكن غير مطالبين بها حتى يسلم. ما اقولوش تعال صوم غير لما ايه يسلم، اقول له الاول اسلم، لانه مش هينفع لي الصيام غير لما ايه يسلم. واضح ولا ايه؟ يعني نقدر نضرب مثال تشبيهي كده. واحد مش راضي يتوضى، تقول له طب بس تعال صلي بس. لا، هو تقول انت واجب عليك الصيام واجب عليك الصلاة، بس مش هينفع لك صلاة لما تتوضى الاول. مع الفارق بقى ان الوضوء ده مقصود لغيره، ده مقصود عشان الصلاة، والصلاة هي المقصود الاكبر. انما هنا العكس، ده الاسلام هو شرط صحة كل العبادات، والاسلام هو المقصود الاكبر اصلا، والعبادات دي كلها يعني اكمال للاسلام، فروع للاسلام. واضح؟ طيب، فبنقول تاني كده ان الاسلام شرط صحة ولا شرط وجوب؟ هو ولا الاثنين مع بعض؟ لا، هو شرط صحة فقط. تمام؟ طيب، يبقى لو كافر صام اثناء كفره، هل صيام صحيح ام باطل؟ صيام باطل. طيب، لو كافر اسلم، هل يطالب بقضاء ما فات حال كفره ام لا؟ مسألة خلافية بين العلماء وعامة اهل العلم، ومنهم مذاهب الاربعة على ان الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره. تمام؟ عامة اهل العلم وحكي فيه اجماع ان والمذاهب الأربعة على ذلك، ان الكافر اذا اسلم لا يطالب بقضاء ما فات حال كفره. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تمام؟ ما عدا الكافر المرتد، ده في خلاف بين العلماء بقى اقوى شويه. يعني واحد ارتد وقعد مرتد سنتين ثلاثه وبعدين اسلم، هل يطالب بقضاء ما فات حال ردته ام لا؟ هنا بقى الشافعيه يقولوا يطالب، والجمهور بيقولوا لا يطالب. الشافعي يقولوا يجب عليه ان هو يقضي ما فات حال ردته، والجمهور يقولوا لا، ما هو برضه كافر زيه زي الكافر الاصلي، وعشان نسهل عليه الاسلام الشافعي يقولوا ايه؟ لا، ده هو كده احنا بنصعب عليه الرده، عشان ما حدش يقول ايه طب انا اقعد مرتد وبرطع شويه زي ما انا عايز وبعدين ارجع. لا، اعرف انك لو ارتديت هترجع هتطالب بايه؟ بقضاء كل اللي فاتك ده، مهما طالت المدة. عند الشافعية مطالب بقضاء جميع ايه ما مضى طالما كان مرتدا ليس كافرا اصليا. مسألة خلاف قوي فيها يعني، خلاص يعني لعل قول الجمهور يعني لعله اوجه يعني، لكن المسألة الخلاف فيها ايه قوية. طيب، المسلم اللي ارتد اثناء اليوم، يعني هو صايم وجاء اثناء اليوم ارتد، هل بطل صيامه بذلك؟ وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ام لا؟ عامة اهل العلم ومنهم المذاهب الاربعة، بل قال ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا، ان المرتد اثناء نهار رمضان يجب عليه قضاء هذا اليوم. تمام؟ خالف في هذه المسألة ابن حزم، قال ان لو ارتد اثناء اليوم ده لا يجب عليه القضاء. ليه؟ لان انتوا بتقولوا في الكافر اصلا ان هو لا يطالب بايه؟ بقضاء. وبتقولوا في وانتوا كجمهور بتقولوا في المرتد ان هو برضه لا يجب عليه القضاء، فمش تفرق بقى ارتد قبل اليوم ارتد اثناء اليوم، مش هتفرق، فلا يجب عليه القضاء. الجمهور بيقولوا لا، تفرق في نقطه ايه؟ ان اللي ارتد بالليل مثلا او قبلها بيوم ودخل عليه اليوم وهو مرتد، ده دخل عليه دلوقتي هو كافر، فمش يعني مش مخاطب او مش مطالب بحاجه، مفيش حاجه تتعلقت بذمته دلوقتي في احكام الدنيا. انما اللي ارتد اثناء اليوم ده هو طالما اذن عليه الفجر وهو مسلم، ده كده ثبت وجوب الصيام في ذمته. فإذا ارتد فالردة مناقضة للصيام، لأنها مناقضة لركن الايه؟ النية. أبطل نية عبادة الله عز وجل بردته. فيبقى كده أفسد صومه ووجب عليه القضاء عند عامة أهل العلم، بل ابن قدامة قال لا أعلم فيه خلافا.
لعل يعني من حيث النظر قول ابن حزم برضو ليه يعني وجه من النظر، لكن يعني قول الجمهور هنا يعني ايه احوط، تمام، ان هو يقضي هذا اليوم. طيب مثال ده مين كده؟ مثاله من سب الدين في نهار رمضان، وده للأسف صورة من الصور الشائعة للردة عن الإسلام، ان الإنسان يسب دين الله تبارك وتعالى، وده كفر اكبر ناقل عن الملة، ولا يتصور فيه الجهل، يعني كل ناس عارفة ان سب الدين حرام. هو في ناس تبقى مش عارفة ان سب الدين كفر، لكن عارفين ان هو حرام، وده اسمه جهل عاقبة، وجهل العاقبة لا يعذر به. عندنا في حاجة اسمها جهل اعراض، وجهل عاقبة، وجهل ناشئ عن عدم بلوغ الحجة. الذي يعذر به في التكفير فقط هو الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة، انما جهل الاعراض وجهل العاقبة لا يعذر به. جهل الاعراض اللي هو بلغته الحجة ثم اعرض عنها، جهل العاقبة اللي هو عارف ان الحاجة دي غلط وحرام، بس مش عارف ان هي غلط قوي، مش عارف ان هي ردة، مش عارف ان هي كفر، برضو ده لا يعذر. تمام، ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بلا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فده برضو لا يعذر به. اللي يعذر به بس في التكفير هو ايه؟ الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة، ما يعرفش اصلا الحاجة دي غلط او الحاجة دي حرام. فاللي بيحصل من يسب الدين من المسلمين ان هو بيبقى عارف ان اللي بيعمله ده غلط وحرام، بس مش متخيل ان هو حرام قوي للدرجه دي، فلا يعذر بهذا الجهل، لان ده جهل اسمه جهل ايه؟ جهل عاقبه. تمام. فعند عامه اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه من يفعل ذلك في نهار رمضان ويجب عليه القضاء. تمام. طيب هنا بنقول دعويا بقى لابد من مراعاه المصلحه والمفسده. يعني لو انت عارف ان في انسان مثلا متهتك وغير ملتزم اصلا بتعاليم الشرع وبيسب الدين، ان انت الواجب عليك انك انت تأمره ان يسلم وينطق الشهادتين، هو ده يعني هو ده الاساس، عايز تنقذه من الكفر وترجعه مره اخرى للاسلام. انما انت لو عارف بقى انك لو رحت قلت له وكمان واجب عليك قضاء اليوم ده، هقول هقضي اليوم ده، اليوم ده باظ، باظ، طب هات بقى اشرب ميه، طالما ايه اليوم باظ هات بقى العشاء ونتعشى وهات نتغدى هياخد راحته بقى خالص. فانت لو انت عارف ان هو يعمل كده، اصل هو خلي بالك هو واجب عليه القضاء، بس برضه واجب عليه الايه؟ الامساك، ما ينفعش ان هو بقى يهتك حرمه الشهر. تمام. فلو انت عارف ان هو هيعمل كده يبقى ما تقولوش المعلومه دي، خصوصا ان احنا عندنا اصلا في قول ابن حزم ان هو ايه؟ لا يجب عليه القضاء. تمام. وحتى على قول الجمهور ما ينفعش انت تقول له المعلومه دي لو انت عارف ان ده هيؤدي لمزيد من الايه؟ من الفساد. وبعض الناس بقى الشيطان بقى يقعد ايه يدخل لها مداخل معينه، يقول لك ايه؟ هو انا لو ارتديت يجب علي القضاء. طيب ويجي يوم مثلا جو حر فيه وهو متضايق يروح ايه معصب نفسه بنفسه يروح سابب الدين ويقول لك ايه انا كده افطرت هات بقى خلاص بقى هعمل ايه كده هقضي اليوم ده. فيبدا بقى ايه باب للشيطان بقى يخليه بعد ما كان يعني مثلا بيصوم رمضان يترك بقى صيام رمضان او الايام اللي مش عايز يصومها ما يصومهاش يعني. فحد بالشكل ده يبقى اصلا المعلومه دي والمساله دي والخلاف ده بلاش اصلا ايه يعرض ليه خالص. تمام. طيب الكافر الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، كافر أسلم في نهار رمضان هل يجب عليه أن يمسك أم لا؟ فيها خلاف بالعلماء، فيها خلاف بالعلماء. الأحناف والحنابلة على وجوب الإمساك، الشافعية والمالكية على استحباب الإمساك. يعني كان كافر وجاء أسلم النهاردة في نهار رمضان هل يجب عليه أن يمسك اليوم ده ولا مش واجب؟ الأحناف والحنابلة على وجوب الإيه؟ على وجوب الإمساك، والشافعية والمالكية على استحباب الإمساك وأنه لا يجب عليه. اليوم ده بيقولوا ما ثبتش في ذمته أصلاً وعادي ياكل ويشرب بقى بقية اليوم مش مشكلة يعني. وبيقولوا كمان مش واجب عليه القضاء. يعني بيقولوا إن هو يستحب ليه إن هو يمسك، ولو قضى يستحب ليه برضه، لكن مش واجب عليه لا قضاء ولا إيه؟ ولا إمساك. مكافأة يعني. إيه؟ مكافأة. يعني يوم كده يوم فري يعني. الحنابلة بيقولوا لا ده واجب عليه القضاء وواجب عليه الامساك. يعني بيقولوا واجب عليه انه يمسك وكمان اليوم ده هيقضيه لان يوم غير صحيح لان من اول اليوم ما صامش. بيعاقبوه يعني. تمام؟ الصحيح ان هو واجب عليه الامساك ولا يجب عليه القضاء. تمام؟ يجب عليه الامساك لانه ده يوم ثبت في ذمته كده. هو دلوقتي طرأ عليه سبب التكليف من النهارده يبقى يمسك من النهارده. فاكرين حديث قصه عاشوراء لما
وجب الصيام في نهار رمضان، شرع الوجوب في نهار، اسف، شرع الصيام في نهار عاشوراء، صبيحه عاشوراء، الناس ارسل اليهم يامرهم بالايه؟ بالصيام، ولم يامرهم بالقضاء، لم يامر من بدا اليوم مفطرا بالقضاء، لان هو وجب دلوقتي. فكذلك هو الكافر ما كانش مطالب بحاجه، اسلم خلاص بقى مطالب دلوقتي بالاحكام الشرعيه. من ضمن الاحكام الشرعيه وجوب صوم رمضان، يبقى يجب عليه ان يمسك الان، ولو امسك لا يجب عليه قضاء شيء، لانه يعني عمل الواجب عليه. انت هتحاسبه على اللي فات، اللي فات ده قل للذين كفروا ايه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واضح ولا ايه؟ فالصحيح ان هو ان اسلم في نهار رمضان وجب عليه الامساك ولا يجب عليه القضاء ان امسك. تمام. طيب الشرط الثاني غير اللي ارتد في نص اليوم، مسألتك مختلفة. طيب الشرط الثاني البلوغ. طيب الإنسان بيمر في حياته بكم مرحلة عمرية؟ ثلاثة أساسيين جدا. المرحلة الأولى دون التمييز، اللي من الولادة للتمييز، المرحلة الثانية من التمييز للبلوغ، المرحلة الثالثة ما بعد الايه؟ ما بعد البلوغ. طبعا لو حبينا نفصل أكتر، لا في مرحلة ما هو جنين يعني، برضو دي يتعلق بها بعض الأحكام بس سيبنا منها دلوقتي. فالمراحل الأساسية الثلاثة، من الولادة إلى التمييز، من التمييز إلى البلوغ، ما بعد الايه؟ البلوغ إلى الموت. طيب المرحلة الأولى من الولادة إلى التمييز دي لا يكتب عليه فيها لا حسنات ولا سيئات، لا يكتب ليه حسنات ولا يكتب عليه سيئات. المرحلة الثانية من التمييز إلى البلوغ يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه الايه؟ سيئات. المرحلة الثالثة بعد البلوغ يكتب عليه السيئات ويكتب ليه حسنات. تمام. فنقدر نقول المرحلة الذهبية في حياة الإنسان هي ايه؟ من التمييز البلوغ، دي شغال عمال بيحوش حسنات، كتب ليه حسنات وما كتبش عليه سيئات. تمام. طيب المرحلة الأولى لا حسنات ولا سيئات ليه؟ أولا لأن القلم مرفوع، قلم مرفوع لغاية البلوغ، يعني مش هيجر عليك السيئات، مش هيكتب عليك الحنث، مش هيكتب عليك الذنب، مش هتؤاخذ، مش هتحاسب إلا بعد البلوغ. يبقى السيئات معاك لغاية البلوغ، بحديث رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبية حتى ايه؟ يحتلم. طيب والحسنات مش هتتكتب لك، لأن شرط قبول الحسنات النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية حتى يتصور وجودها لابد من عقل وتمييز، مفيش حد هينوي حاجة وهو أصلا مش مميز ليها. تمام. واحد لسه لا يميز معنى الرب والإله والعبادة والثواب والعقاب والجنة والنار والتكاليف، مش مميز معنى الحاجات دي قوي، فهو مش هينويها. فبالتالي طالما النية مش موجودة يبقى العبادة مش هتصح منه، فعشان كده الحسنات مش ايه؟ مش موجودة في الفترة دي. طيب تيجي المرحلة الثانية اللي هي من بعد التمييز إلى البلوغ، دي بقى مرحلة بيبدأ يعقل فيها فينوي فتكتب له الحسنات. أما السيئات مع أنه مميز ليها، بس من رحمة ربنا أن ربنا إيه؟ رفع عنه القلم حتى يكتمل عقله تماما. هو من أول سن التمييز كده بيبدأ وجود العقل والمبادئ التمييز موجودة، خلاص مميز، عارف أن دي حسنة دي سيئة، دي طاعة دي معصية، بس عقله لسه مازال ينضج، مازال يكتمل، لغاية لما يوصل العقل إلى النضوج الكافي التام الكامل. وده بيكون علامته نضوج المراكز العقلية المسؤولة عن التكاثر، عن العملية الجنسية، اللي هو اللي علامته البدنية هتكون الايه؟ الاحتلام. وده قدر ربنا ان يكون من اخر مراكز العقل نضوجا، يعني الاول بينضج في البدن اشياء كثيرة، لكن الجزء ده في البدن اللي هو العملية الجنسية مع الجزء المسؤول عنه في المخ، قدر ربنا ان يكون من اخر مراكز المخ نضوجا. ليه؟ عشان الانسان ما يخلفش وهو لسه صغير مش متحمل مسؤوليه نفسه، يعني لما يكبر ويوصل لسن معين يقدر يتحمل مسؤوليه غيره، ان يكون ليه نسل هو يتحمل مسؤوليتهم، ساعتها ربنا قدر انه يكون ايه؟ قادر على الاحتلام او انزال المني وانجاب الاولاد. واضح؟ فلما يحصل العلامه البدنيه دي اللي بتدل على نضوج اخر مراكز المخ نضوجا، ساعتها عرفنا ان المخ كله في النهايه ايه؟ نضج نضوجا كافيا، فيجري قلم السيئات. تمام. طيب يستثنى من القصه دي كلها عباده واحده بس بتكتب للانسان الحسنات بتاعتها من هو صغير قبل سن التمييز، لعبادة الحج والعمره. الحج خصوصا
بيكتب للإنسان حسناته من هو إيه؟ صغير، حتى لو كان عمره يوم يومين شهر سنتين سنة 3 10، طول ما هو يعني من يوم الولادة بتكتب الإيه؟ حسنات بتاع الحج. لحديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها في حجة الوداع وقالت له: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والحكمة في ذلك ترغيب الآباء والأمهات في اصطحاب أولادهم لهذه العبادة العظيمة. يعني عندنا عبادة الجهاد في سبيل الله لا يطيقها إلا الرجال البالغون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الأطفال ويمنعهم اللي هم دون البلوغ، يمنعهم من حضور الإيه؟ الجهاد في سبيل الله والغزوات. عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رده في غزوة أحد وقبله في غزوة الخندق، وكان عمره إيه؟ 15 عاما لما قبله. تمام. بنقول ان الاطفال والنساء ما بيطلعوش في الايه؟ في الجهاد. لكن الحج بقى هو مشهد الاسلام العظيم، وهو جهاد لا قتال فيه. عشان كان صلى لما سئل على النساء: جهاد يا رسول الله؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. فالجهاد ده وجهاد الضعفاء اللي هو جهاد النساء والايه؟ والاطفال. فترغيبا للاباء في اصطحاب اطفالهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايه؟ نعم، ولك اجر. تمام. يبقى يكتب الثواب للاثنين، للطفل اللي هو لسه صغير ما يعقلش حاجه، ولابوه او امه اللي هو ايه؟ اخذه واصطحبه لهذه العباده. تسقط عليه لا تجزى عن حجه الاسلام ولا تجزى عن عمره الاسلام. طيب ايه ضبط التمييز بقى؟ يعني امتى نقول على الطفل ان هو مميز؟ في خلاف العلماء. الحنابلة يقولوا التمييز 7 سنوات، الشافعية يقولوا التمييز هو فهم الخطاب ورد الجواب. تمام. وفي العبادات خصوصا يعني الأقوى قول الحنابلة، ان في العبادة امتى نقول طفل مميز في العبادة؟ من 7 سنوات، لان الناس قال: مروهم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. اما في غير العبادة فتمييز كل شيء بحسبه. يعني مثلا لما بنيجي نقول مثلا في الحديث في تحمل وأداء الرواية، من شروط التحمل التمييز، ومن شروط الأداء البلوغ. تمام. يعني ما ينفعش واحد يتحمل رواية إلا هو إيه؟ مميز. وما ينفعش حد يروي رواية مقبولة يؤدي إلا هو إيه؟ بالغ. طيب في التمييز بقى اللي هو من شروط التحمل قد إيه؟ كام سنة؟ هنا بقى نقول قول الشافعي أقوى، اللي هو فهم الخطاب ورد الإيه؟ تمييز كل شيء بحسبه. يعني واحد هيسمع حديث عبارة عن كلمتين هو عنده 5 سنين وفاهم الكلام ده كويس مميز دي، خلاص ماشي. انما واحد مثلا يسمع حديث طويل عريض يحتاج حفظ وقوة، يحتاج يعني في موضوع هو مش فاهمه، فده لا، ممكن يبقى ايه؟ تمييزه بعدين بعد 8 سنين ولا 9 سنين لما يميز حاجة زي دي. تمام. فعشان كده العلماء قبلوا من محمود بن اللبيد رضي الله عنه الصحابي حديث قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين. يعني مثلا كان يضحكه ويمازحه ان هو ايه؟ مج في وجه الماء، يعني يبخ في وشه ميه. هو عنده كام؟ 5 سنين. او ده حديث، مش الحديث ده يعني اللي هو كل ما نسب الى النسب من قول او فعل او تقرير، فده فعل الرسول اهو. فده حديث حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بخ في وشه ميه، اللي هو ده حديث كده. طب هو كان عنده 5 سنين نقبل منه الحديث ده؟ هو كان مميز بخت ميه دي، الطفل هو عنده 5 سنين يميزها جدا. تمام. لكن في العبادات بنقول ان الضابط زي ما الرسول قال: يمروهم بالصلاة الى 7. فأي عبادة مش هيؤمر بها الطفل الا بعد 7 سنوات. طبعا في المرحلة الاولى اللي هي مرحلة من الولادة للتمييز الطفل مش هيؤمر بعبادة، اولا لان هي لا تصح منه ولا تقبل منه، وهو لا يميزها ولا يعقل معناها، فبالتالي ما فيش مصلحة ان انا امره بيها. لكن هأمره بالعادات النافعة وانهاء عما يضره. تمام. يعني طفل صغير وبيشتم، لا انهى، ماشي. زي ما الناس لما الحسن او الحسين اراد ان ياخذ من تمر الصدقه قال ايه؟ كخ، اما شعرت انها لا تحل لآل محمد؟ تمام. فيبقى يمنع عما ايه؟ اما يضره. طفل صغير عايز يشتم، طفل صغير عايز مثلا يقلع هدومه ويمشي عريان في الشارع مثلا، تعود على كده. طفل صغير مثلا عايز يحط صباعه في الكهرباء، كل الحاجات دي ايه؟ يمنع منها. لكن عباده لا، دي مش هامره بالعباده غير لما ايه؟ يبقى عنده 7 سنوات. تمام. مش هامره بالعباده كعباده غير لما يبقى عنده 7 سنوات. طبعا في باب حفظ القران خصوصا وتعلم العلم ممكن استغلال الزمن ده اللي هو بيكون الطفل عنده فيه ذاكره قويه
في تعلم العلم الذي ينفعه اذا كبر من باب استغلال الزمن ده فيما ينفع الطفل، مش من باب ان دي عباده وانا بامره بيها عشان يثاب وكده، لا خالص. يعني هو الطفل صغير اسيبه لغايه ما يبقى عنده 7 سنين وبعدين ابدا بقى اعلمه الف باء تاء ثاء والحروف عشان بعد كده يقرا القران، ولا من دلوقتي استغل الفرصه دي واعلمه الارقام والحروف والكلمات وابدا احفظه بعض الكلمات واحفظه بعض الصور القصيره واحفظه؟ يبقى انا بستغل الزمن ده مجرد استغلال فيما ينفعه هو، تمام، لكن مش من باب امره بالايه، بالعباده، لا. فبنقول ان هو امتى بقى يؤمر بالعباده؟ بعد 7 سنوات، تمام. يعني مثلا طفل الصغير اللي قال من 7 سنوات ما نقولوش قوم صلي يا بابا، لا، هو لو حب يقوم يصلي نظهر الفرح والسرور ممكن نثيبه، لكن ما نقولوش قوم يصلي، مروهم بالصلاه ل7، يبقى مفهوم مخالفه، ما تامروش قبل 7. ايه لو هو فاهم ان ده هزار ماشي، انما لا ممكن يفهم ان انت بتطلب منه كده، لا، تمام، لكن يفهم ان انت فرحان ماشي جميل. يعني هو لو صلى تظهر ان انت فرحان ان هو بيصلي، وممكن تستغل الوقت ده في انك تعلمه ازاي يصلي عشان لما يجي عند 7 سنوات يبقى بيعرف يصلي. يعني مفيش مانع ان انا احفظه بقى الفاتحه واحفظه التشهد واوريه، ولما بنيجي نصلي بنصلي ازاي، لما بنيجي نتوضى نتوضى ازاي، مفيش مشكله، لكن مش هامره ان هو يعمل ايه، ان هو يتوضى ولا ان هو يصلي ولا ان هو ينزل المسجد او يصلي في المسجد مثلا لو رد، تمام. فانت لا، بعد ما يوصل 7 سنين امره بالصلاه واجب ولا مستحب؟ الراجح ان هو واجب، واجب على ولي الامر ان هو يامره بالصلاه، تمام. طيب لا يشرع غير مشروع، تمام. التكليف ده لو كان في ايذاء للطفل، يعني قبل، احنا هنفصل بقى قبل 7 سنوات وعايز يرخم وعايز يامر الطفل، اولا هو مكروه ابتداء، تمام، لان في تشديد على الطفل وفي وقت هو مش مطالب فيه بالحاجات دي. طب افرض بقى لا ادى الى ايذاء نفسي او بدني للطفل، مثلا زعق له ضربه هزقه وعمل اذى نفسنا وبدنيا، ساعتها يصل التحريم، لكن بدون الايذاء ده هيبقى مكروه بس، تمام. طيب بعد 7 سنوات هيأمره، وبعد 10 سنوات يضرب، تمام. هو ليه احنا بنأمره؟ اولا لان هو هينتفع. يعني ليه بنأمره من 7 سنوات؟ لان هو هينتفع، وعشان، وده الاهم بقى، ان هو هيتعود، عشان لما يبلغ بقى ويبقى محاسب وهيتاجر عليه الحسنات والسيئات بقى مع بعض، يبقى ساعتها ايه، مضى وقت كافي ليعتاد هذه العبادة، تمام. وده من واجبات ولي الامر، من واجبات ولي الامر ان هو يعود ابنائه على ايه، اولاده على الطاعات والعبادات. طيب يبقى عندنا هنا في الصيام بيقول شرط من شروط وجوب الصيام البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام اذا كان مميزا. يبقى يصح منه الصيام، ونقول حكم التكليف بالنسبة له ايه، مستحب، تمام. بيقول وينبغي لولي امره ان يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. يبقى شوف الفرق ما بين شرط العقل وشرط البلوغ، الاثنين شروطه ايه، وجوب، بس غير العاقل اللي هو المجنون، هل هأمر المجنون بالصيام؟ لا، ما استفدناش حاجة خالص. انما مين اللي زيه في الناس بالنسبه للسن؟ غير المميز. امر غير المميز بالصيام زي امر المجنون، انما امر المميز يختلف في حاجتين، اولا ان هو ينتفع ياخد حسنات، ثاني حاجه ان هو ايه، قرب يكلف فيعتدل ايه، يعتدل العباده دي، تمام. فبالنسبه للطفل نفسه يستحب ان يصوم، وبالنسبه لوليه يجب عليه انه يامره بالصيام حتى يعتاد هذا الايه، الصيام. لكن بنضيف قيد هنا، بنضيف قيد هنا في الصيام زائد عن القيد اللي في الصلاة، وهو الإطاقة. يعني في الصلاة بنقول يؤمر الصبي ابن 7 سنين، أو يؤمر الولد إذا كان عنده 7 سنين، ولد دي تشمل الذكر والأنثى، إذا كان عنده 7 سنوات يؤمر بالصلاة، المميز يؤمر بالصلاة. إنما هنا في الصيام نقول المميز المطيق يؤمر بالصيام، لأن الصيام عبادة لها مشقة، فعشان كده نراعي حتة الإطاقة البدنية، هو يقدر ولا ما يقدرش. عشان كده تلاقي مثلا في خلاف العلماء، الجمهور يقولوا أمره إذا كان مطيق، لكن بعض المذاهب يقول لك لا ما تأمروش غير بعد البلوغ في الصيام بالذات، المالكية مثلا يقول لك بعد البلوغ، تمام. الصحيح أنه يؤمر، حديث الربيع أظن، ولا حديث مين،
رباعي بنت معوذ، هي حديث رباعي بنت معوذ اللي قال كنا ايه لما الناس انفرد صوم عاشوراء بتقول ايه، فكنا نجعل لهم اللعبة من العين، يعني كنا نصومه ونصومه صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين، يصوموا خلوا العيال يصوموا، ولما العيال مثلا جعانين عايزين نفطر طب خد العب اللعبة دي لحيله لغيه لغايه ما ايه يعدي الوقت، لان هو ايه ممكن ما يشعرش بالوقت لو هو مشغول بحاجه، انما لو قعد فاضي هيفتكر الجوع بتاعه. تمام. فدل ذلك على امر الايه، امر الاطفال بالصيام اذا كانوا مميزين مطيقين، تمام، عندهم قدره بدنيه على الصيام. والناس هنا طبعا يعني طرفين وسط، في طرف بيبقى عنده يعني جمدان قلب قوي اللي هو الواد اللي عنده 5 سنين خد يا انت ما تصومش ليه صوم يلا مثلا، اللي هو عنده جمدان، او ابنه مثلا 7 سنوات والواد يعني بيكح تراب هو برضه مصمم ايه يخلي الواد يصوم لغايه ما يجي على المغرب، الواد بيبقى بيموت. تمام. ده طرف. والطرف الثاني اللي هو عنده هلع وخوف وجبن، الواد زي الشحط وعشر سنين ويقول لك ايه اصل الواد ضعيف اصل الواد هفتاق مش عايز يسوق مثلا. فبرضه ايه الناس طرفين وسط، العبره باعتدال الطبع وسلامه العقل. البني ادم اللي هو المعتدل يعني سلامه الطبع واعتدال العقل وكده، هو ده الايه هو ده اللي بيحكم في الامور دي. طيب طيب الطفل لو بلغ دلوقتي، لو وصل الطفل وصل لسن التمييز تمام وكان مطيقا للصيام، لكن لا يطيق الصيام كله، ما يقدرش يصوم اليوم كله من فجره لمغربه، هل يمكن ان يعود ام لا؟ يعني هي يا ابيض يا اسود ولا في رمادي؟ في رمادي. تمام. يعني انا ما اقولش لسه مش قادر يصوم للمغرب يبقى اسيبه بقى لغايه لما يقدر يصوم للمغرب، لا، هو لو مش قادر يصوم للمغرب بس قادر يصوم جزء من اليوم صوم جزء من اليوم. تمام. طبعا انا بقول امتى نبدا نؤمر؟ بعد 7. قبل 7 لو هو اللي عايز قال انا عايز اصوم لغايه الظهر، شاطر يا بابا مش عارف ايه وبتاع وتعالى وصوم ماشي لو انت عايز، يعني هو عايز مش عايز براحته، وتفهمه كده لو عايز تفطر افطر انت لسه مش عندك 7 سنين. تمام. طبعا 7 سنين قصدنا بالايه، بالسنين القمريه مش بالشمسيه. تمام. السنوات القمريه اللي هو بحساب الهجري يعني. ف بعد 7 سنين لو هو مش قادر يصوم اليوم كله ويقدر يصوم جزء من اليوم يبقى يعوض على صيام ايه بعض اليوم. طب البعض ده نخليه في الاول ولا في الاخر؟ يعني يصوم الفجر للظهر وبعد كام فجر للعصر وبعد كام فجر للمغرب، ولا من العصر للمغرب وبعد كام من الظهر للمغرب وبعد كام من الفجر للمغرب؟ في خلاف. والصحيح ان عادي ده او ده حسب المصلحة. تمام. معظم الناس بيناسبهم من الفجر ليه بيمسك مع الناس ويشوف اخره جاب كام. تمام. لكن في بعض الناس مثلا بيحب لا عايز يعني ايه يفطر مع الناس يفطر معهم المغرب فيبدا يصوم ايه الاول من العصر، وكان بعض المربين والموجهين وكان ايه الاصلح للطفل. فعموما الامر ده يتفاوت فيه حسب الحال. يعني مثلا لو فرضنا طفل قاعد في البيت مثلا ما بيطلعش مثلا لا مدرسه ولا حاجه فيها حر ولا شمس وقعد في البيت، فده الاولى بيه ان هو يبدا ايه صيامه من اول اليوم من الفجر. طفل مثلا لا بيروح مثلا في مدرسه او شغل او حاجه فيها مثلا شمس وحر في فتره الصبح وعنده مثلا 7 سنين ونص مثلا، فده لو خليته يصوم من الفجر هيجي على الساعه 10 ويكون ايه مفوخر من الشمس مثلا. تمام. فده يبقى يعني خليه انسب يعمل ايه، طب لما يرجع ويشرب ويتغدى ويظبط نفسه وبعدين يبدا ايه هتبدا تصوم من العصر وبعد كده لا هتبدا تصوم من الظهر مثلا. تمام. ده كل ده بنتكلم على الاطفال اللي محتاجين اعتياد، والا في اطفال تلاقيهم على طول اول ما يوصل 7 سنين هو عنده قدره ان هو ايه يصوم، وبيكون اصلا جرب قبل كده كذا مره الصيام الجزء ده في الفتره اللي هو ايه التجربه الاختياريه يعني. تمام. المهم ان يعني ايه مفيش ضابط لحته يبدا من اول اليوم ولا من اخر اليوم، دي يعني ايه حسب المصلحه يعني مش تفرق كتير. طيب لو بلغ الصبي في اثناء اليوم، يعني هل يجب عليه ان يمسك ام لا؟ وهل يجب عليه ان يقضي ام لا؟ يعني صبي صغير ونام في اثناء النهار فاحتلم، هو طبعا علامات البلوغ ايه؟ 3. العلامة الاساسية الاحتلام او انبات شعر العانة الخشن او بلوغ 15 عاما قمريا، ويضاف في حق النساء الحيض او الحمل. تمام.
يبقى ثلاثة مشتركة ما بين الرجال والنساء، واحدة مختصة بالإيه؟ بالنساء. الاحتلام أو إنبات شعر العانة الخشن أو بلوغ 15 عاما قمريا، ويزاد في حق النساء علامة الرابعة اللي هي الحيض أو الإيه؟ أو الحمل. تمام؟ فعيل مثلا نام في نهار رمضان فاستيقظ من نومه وجد نفسه إيه؟ محتلما. فهل يجب عليه كان بدأ اليوم فاطر، يجب عليه يمسك ولا لأ؟ تمام؟ الراجح ان هو واجب عليه زي كافي الاصل، والراجح ان هو واجب عليه ان يمسك، وان امسك ليس عليه قضاء. تمام؟ الفرق بقى بينهم وبين اللي فطر العذر وبعد كده هيجي لسه لسه هيجي ما سبقش احداث. طيب ايه واجب عليه ان يمسك ياثم كمل عليه كمل عليه القضاء واثم. تمام؟ طبعا مساله محل خلاف بين العلماء. تمام؟ يعني مثلا تلاقي مثلا الحنابلة بيقولوا ان لو بلغ في نهار رمضان نشوف هو يا ترى كان بادئ يومه صايم ولا مش صايم. لو كان بادئ يومه مفطر الحنابلة بيقولوا واجب عليه انه يمسك وواجب عليه انه يقضي. طب كان بادئ يومه صايم، شوف كان ناوي صيامه من امتى، بس هو صوم الغير البالغ ده نفل ينفع ينوي من النهار، فلو نوى من النهار برضو واجب عليه انه يمسك واجب عليه انه يقضي. لكن لو كان نوى من الليل يبقى في الحاله دي يمسك ويجزئه الايه؟ الصيام. تمام؟ الشافعيه يقولوا ان لو كان بادئ صومه لو كان لو 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 بلغ وهو كان بادئ وكان صايم قبل بلوغه يجب عليه انه يتم وليس عليه القضاء. انما لو كان مفطر ما كانش صايم يقولوا لا يجب عليه لا امساك ولا قضاء. يعني مش واجب عليه انه يمسك ومش واجب عليه انه ايه؟ يقضي. تمام؟ ماشي. طيب كده خدنا الشرطين الاولانيين اللي هو شرط الاسلام وشرط البلوغ. الساعه كام كده؟ 11. طيب نقف عند الشرط الثالث اللي هو شرط الايه؟ العقل، نكمله غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.